وصلنا معكم مشاهدين الكرام إلى استعراض لأخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة. أخبار الاقتصاد مع فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا هبة حسين، شكرا مصطفى ميزار، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق سام ربيع إن حركة الملاحة بالقناة سجلت اليوم أرقاما قياسية على صعيد إحصائيات العبور اليومية، حيث عبرت 86 سفينة من الاتجاهين دون انتظار بإجمالي حمولات صافية قدرها نحو 5,100,000 طن. وأوضح رئيس الهيئة أن تنظيم حركة الملاحة بهذه المعدلات غير المسبوقة يعد شهادة نجاح جديدة للكوادر والكفاءات البشرية التي تمتلكها الهيئة في المجالات المرتبطة بالملاحة البحرية، ونتاجا للتخطيط الجيد لمشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة. أشاد وزير البترول طارق الملا بحرص الشركة الإماراتية على تعزيز تواجدها الاستثماري في مصر الفترة المقبلة، خاصة في مجالات الغاز والطاقات منخفضة الانبعاثات. وخلال لقائه الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار بإحدى الشركات الإماراتية، أشار الملا إلى نجاح التعاون بشكل ملحوظ بين الجانبين في مشروع سومد أو كشريك للشركات العالمية في مناطق الامتياز للبحث والإنتاج بالبحرين المتوسط والأحمر. من جانبه أكد المسؤول الإماراتي الاهتمام بضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، خاصة في تنفيذ مشروعات بمجال الغاز الطبيعي المسال. وإلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات أولى جلسات شهر نوفمبر بارتفاع جماعي للمؤشرات وسط مشتريات أجنبية. ارتفع رأس المال السوقي بنحو 6,600,000,000 جنيه ليغلق عند مستوى 771,335,000,000 جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند 11,372 نقطة ليرتفع بنسبة 53%، ويغلق عند مستوى 11,432 نقطة. فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 2,251 نقطة ليرتفع بنسبة 15%، مغلقا عند مستوى 2,254 نقطة. كما فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 3,275 نقطة ليرتفع بنسبة 34%، ليغلق عند مستوى 3,286 نقطة. أعلنت شركة أرامكو السعودية أنها حققت زيادة بنسبة 39% في أرباحها في الربع الثالث من 2022 مقارنة بفترة ذاتها من العام الماضي، بفضل ارتفاع أسعار النفط الناجم عن استمرار الأزمة الأوكرانية. ذكرت أرامكو أن صافي الدخل بلغ نحو 42,430,000,000 دولار للربع الثالث من عام 2022 مقارنة مع 30,430,000,000 دولار للربع ذاته من عام 2021. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لمصطفى وهبة لاستكمال ما تبقى من التسعة. أشكرك فاطمة.